السلام عليكم أساتذتي الأفاضل، أنا أستاذ مساعد مار عزيز عبد الرحمن من قسم الهندسة الكيميائية جامعة التكنولوجية. ورشتنا لهذا اليوم ستكون بعنوان كيفية عمل محاضرة باستخدام برنامج الباوربوينت وتحويلها إلى محاضرة فيديوية تعليمية. سيتم تقسيم هذه الورشة إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى كيفية إنشاء برزنتيشن بسيط وإضافة الصوت إليه، المرحلة الثانية طرق حفظ هذا البرزنتيشن ومنها طريقة عمل ملف فيديوي، والمرحلة الأخيرة رفع هذا الملف وإضافته لليوتيوب ومن ثم المنصات العلمية. المحاضرة برعاية مركز التعليم المستمر في الجامعة التكنولوجية. برنامج الباوربوينت هو أحد برامج حزمة الأوفيس، وهو أحد أهم البرامج التي تستخدم لغرض عمل البرزنتيشن. إن كنت أستاذا في الجامعة أو طالبا في أي مرحلة من مراحل الدراسة وخاصة الجامعية، منها إن كنت تعمل في شركة أو وظيفة تتطلب عمل برزنتيشن يحتوي على بيانات ومخططات تعبر عن طبيعة العمل المقدم من قبلك لصاحب العمل، فيجب عليك أن تفهم هذا البرنامج. بسم الله نبدأ. في البدء سوف نذهب إلى Start لكي نفتح هذا البرنامج إلى حزمة الأوفيس. بالضغط ها هنا نختار الباوربوينت. بعد اختيار PowerPoint ستفتح لدينا هذه الواجهة. هذه الواجهة للبرنامج فيها اختيارين: الاختيار الأول New اللي هو عمل ملف جديد، الاختيار الثاني هو Open هي ملفات PowerPoint الحالية أو التي حفظت ويمكن استدعائها للتعديل عليها. من المهم أن نراعي عند اختيار سلايد طبيعة العمل الذي ننوي القيام به، فنختار أما Blank Presentation إن كنت تنوي عمل عرض تقدمي من الصفر، أو أن نختار أحد هذه الأوبشنات المتوفرة إن كنت تنوي عمل عرض تقدمي يحتوي على Charts، ثيمات، صور إلى آخره. فمثلا إننا نريد كتابة Presentation عن Education، عن التعليم، ممكن أن نذهب إلى هذا الخيار وبالضغط عليه نختار أحد هذه القوالب الموجودة أمامنا. فبالضغط على أي قالب من هذه القوالب سوف تفتح هذه النافذة. نختار Create، ننتظر قليلا، بدأ ها هنا تتكون أو يتكون هذا السلايد، فيه مجموعة من اختيارات. نستطيع أن نزيل هذه الفقرات ونكتب ما نشاء، وكذلك المخططات ونضع ما نريد، لكننا في الحقيقة نرغب بعمل برزنتيشن من الصفر. طبعا ملاحظة أنه يجب أن تكون أنت يعني حاسبتك مربوطة على الإنترنت لكي تستطيع أن تجلب هذه القوالب. فتحنا هسه الواجهة، هذا هو السلايد الأول. يجب أن نراعي شيء، يجب أن ننتبه على أن يكون حجم السلايد المستخدم في إعداد هذا البرزنتيشن بأبعاد 16 إلى 9 ليتلائم مع الأبعاد الجديدة والمستخدمة حاليا في الشاشات إن كانت للحواسيب أو الهواتف الذكية. من خلال الذهاب إلى ديزاين ومن ثم اختيار سلايد سوف نشاهد اختيارين. الأول هو Standard 4-3 والثاني هو Wide Screen 16-9، وأكيد راح نختار هذا الخيار. نلاحظ ها هنا أن برنامج الباوربوينت مشابه لكل من برنامج الوورد والأكسل، وذلك لوجود أشرطة، بحيث أن كل شريط من هذه الأشرطة يحتوي على مجموعة من الأدوات. هذه الأدوات وضعت وصممت بحيث تتلائم مع تسمية الشريط. فمثلا إذا كنت تريد إدخال صورة فأكيد سوف نذهب إلى Insert ومن ثم إلى Pictures وهكذا. إن كنت تريد إدخال Charts سوف تذهب إلى Insert. إن كنت تحتاج إلى Design سوف نذهب إلى شريط Design. إن كنت تذهب إلى تحتاج إلى Animation سوف تذهب إلى Animation لأغراض الحركة. أوكي. كذلك إنه كل شريط من هذه الأشرطة يتكون من مجموعات. فمثلا
عند الذهاب إلى هوم، المجموعة الأولى اللي هي Clipboard هي مجموعة النسخ واللصق للمحتوى والمؤثرات. المجموعة الثانية هي Slides، هي مجموعة لإنشاء والتعديل على الشرائح. Font الخطوط وتساعد هنا في مجموعة تحرير النصوص. Paragraph والتي تفيد في عملية التنسيق الفقرات أو النصوص الطويلة وهكذا وهكذا. الآن نبدأ بعمل المحاضرة. الفكرة أنه السلايد الأول سوف يكون فيه شعار الجامعة وشعار القسم وصورة عن الجامعة، فإذا بالتالي سوف نحتاج إلى بلانك فارغ. لهذا سوف نقص ونمسح Delete Slides، نذهب إلى Home New Slide، نضغطها هنا، نختار Blank. ظهر أمامنا هنا Blank فارغ. نبدأ الآن بإضافة الشعار والصور. لتسهيل المهمة وللسرعة سوف نقوم بعمليات اللصق Copy Paste. نختار الصورة الأولى، شعار القسم، نلاحظ هذه الخطين اللي هو يمثل السنتر. نختار الآن وزارة واسم الجامعة قسم، نضعها هنا. يجب أن نراعي السنتر في عملية الوضع، ما انتهى. الآن سوف نختار صورة، نذهب إلى Insert ومن ثم Pictures. بما أنه سوف نختار صورة من داخل الحاسوب سوف نضغط على This Device Desktop، نبحث على المكان اللي وضعين به الصور، أوكي. نقوم الآن بعملية الترتيب. أكملنا السلايد الأول والذي تضمن شعار الجامعة والقسم وصورة عن الجامعة. قبل أن نكمل بعملية إنشاء باقي الشرائح، يفضل أن نقوم باختيار ديزاين إن كنت ترغب بهذا الشيء، وذلك لأن عدم اختيارك ديزاين في الوقت الحاضر واختياره فيما بعد سوف يؤدي إن لكون كل ديزاين من هذه يعني الأشكال لديها حواف واختيارات، بحيث الكلام يختلف، الحجم مالته، نوعية الصور والإضافة للصور تختلف، إضافة الترقيم يختلف، كيفية إضافة الوقت يختلف. فبالتالي في حالة قمت أنت بإضافة هذه المؤشرات سوف يتغير لديك العمل. لهذا سوف نقوم باختيار السلايد في بادئ الأمر، سنختار هذا الشكل بسيط، قمنا باختياره الآن. طبعا هذه السلايدات الكثير منها تقدر تستطيع منها تختار أكثر، أوكي. طبعا عند الوقوف على أي سلايد من هذه السلايدات مباشرة يعني يتفعل يتحدث، أوكي. الآن السلايد الثاني. الغرض من السلايد الثاني أن نضع العنوان الرئيسي للمحاضرة وكذلك عنوان فرعي. لهذا نذهب إلى Home ومن ثم New Slide وبالضغط على Title Slide. ظهر لدينا. الآن نقوم بعملية نسخ. العنوان الرئيسي، ننتبه قبلها اتجاه الكتابة،
الآن العنوان الفرعي أيضا اتجاه الكتابة، بعد أن وضعناها نقوم الآن بعملية ترتيبها. أول ما نظللها راح يظهر لنا هنا شريط جديد اللي هو يختص بدرون تولز الخاص بها. فلنفرض أن نريد أن نغير الألوان، نذهب إلى تكستبول، نختار لون، نذهب إلى تكست أوتلاين، نختار أيضا اللون الثاني، نختار الإفكت اللي حيأثر على هذه الكلمات. الآن نذهب إلى هوم لغرض الألايمنت، معايرة مالتها، أوكي. نستطيع أن نغير مكانها. نذهب الآن إلى تايتل الفرعي، أيضا نقوم بعملية التظليل، نضعه في السنتر، نقوم بعملية تكبير الخط الحجم اللي أنت ترى فيه، ومن ثم الذهاب إلى فورمات، أيضا اختيار نوع معين، طبعا الألوان الترتيب هذا الشيء عائد لكم في عمليات، لكن هذا للتذكير في كيفية التعامل معه. أوكي. بعد الانتهاء من السلايد الثانية أو الشريحة الثانية سوف نعمل مقدمة عن هذا الموضوع، وذلك باختيار نيو سلايد. نستطيع ها هنا أن نختار تايتل أند نختار هذا، نستطيع أن نزيل هذا التكست بوكس، أوكي. تغيير الحجم هنا إن كانت الفقرات التي سوف تضعها كثيرة، كوبي اتجاه الكتابة، أوكي. بس ننتظر قليلا، أوكي. تم العملية، هل الخط ترتيبات، هل يحتاج أن نكبر أو نصغر، هاي بقت أنت يمك أو لون الخط. هذا هو بالنسبة للسلايد رقم 3. أما بالنسبة للسلايد الرابع فهو يحتوي على مجموعة من الفقرات وصورة، لذلك سوف نختار Picture with Caption. نذهب إلى Home New Slide Picture with Caption، أو أيضا نستطيع أن نختار Content with Caption، فلهذا سوف نختار هذا. نستطيع التخلص من Text Box الخاص Title لإعطاء مساحة أكثر Text اللي نرغب في كتابته، أوكي. هذا هو التكست اللي نرغب فيه، كوبي. نستطيع من هنا إن كان نوعية الخط ترتيب، سوف نقوم بالتعديل عليها لاحقا. الآن سوف نختار الصورة، أيضا سوف نذهب إلى Insert Picture this device، نختار الصورة المطلوبة، نقوم بتكبير الصورة إن كنت تريد أن تجعلها أكبر هكذا، نعود على الخط، تكبير الخط، اختيار نوع الخط. نستطيع أيضا من خلال هذه الأوبشنات، هذا الأوبشن يفيد بعملية
تقارب الحروف أو مدى تباعدها. نختار تايت إن كنت تريد، أو تبقي على نفس اللي هو النورمال. هذا الإعطاء نوع من الظل في الخط. أوكي، هاي بالنسبة سلايد الرابع، وضع صورة. كذلك سيكون الحال بالنسبة للسلايد رقم 5. ممكن أن أختار نفس النوع من السلايد، مباشرة نضغط على هذا New Slide سوف يعطيني نفس الخيار السابق. نتخلص Text Box الخاص بالعنوان. أوكي، الآن نذهب الآن لأخذ المعلومات. كوبي، اختار نوعية الخط. ترتيب. الآن نختار الصورة. سوف نختار الصورة الموجودة. طبعاً هنا نحتاج بعد مسافة. Okay. Insert this device. نقوم بالتعديل، التعديل على الصورة لتتلائم. كنت ترغب أن تكون الصورة بنفس حجم الخط الموجود أمامك. نقوم بعملية الحفظ لكي هنا أوبشن طبعا جديد، لان هنا اذا ضغط على سوف يقول لي انه حيحفظها بالاي كلود، فاني سماها بالون درايف، فلهذا اقول له اني مور سيف اوبشن براوز، ومن ثم نحفظ على الديسكتوب. اوكي، كمل العمليه. حسب المحاضره الموجوده أمامي، أنه أيضا أريد أن أعمل شرح وصورة. سوف نقوم أيضا عمل شرح وصورة. إذن هوم سلايد ومن ثم تكبير تكست بوكس. كوبي. لنفترض انه ليس لدينا صورة ونرغب بإضافة صورة ها هنا، فكيف؟ من الممكن ان نختار ونجلب صورة من خلال الذهاب إلى Picture Online Picture ونطلب صورة من بحث جوجل عن الداتا. ظهرت لدينا العديد من الصور، نختار إحدى هذه الصور ولنفرض هذه، نضغط عليها Insert. انتظر قليلا، ظهرت ها هنا. هذا هو اسم الصاحب، صاحب الصورة. كي نبقي
حقوق الملكية للشخص. أوكي. لنفرض أنك أردت أن تضيف إلى هذا السلايد فيديو إن كان أونلاين أو إن كان موجود على الحاسوب، فكيف يمكن عمل ذلك؟ ذلك من خلال التالي. أولا سوف نحاول أن نختار هذا البنك، ظهرت لدينا. لنفترض هذا الفيديو هو لتعريف مثلا عن كيفية المايكروسوفت، عمل المايكروسوفت أوفيس. لذلك سوف نضع ها هنا تايتل بعنوان المايكروسوفت أوفيس مورد. وضعنا عدل عليه خط ثم formatting text وإلى آخر. طبعا أنت تقدر من خلال الفرجة الموجودة اللي حال وورد بالذهاب وأخذ نفس ال يعني مثلا تريد أنه كل الصغير مثلا هذا الشكل مباشرة، وين نذهب ها هنا ورمى طبعا نحدده ونقدر بحيث يأخذ نفس القالب. أوكي، كيف أستطيع أن أضيف فيديو؟ إن كان هذا الميديا من داخل حاسوب أو من خلال النت. طبعا إن كان من خلال النت يجب أن يكون المقدم البرزنتيشن عند تقديم لهذا البرزنتيشن يجب أن يكون لديه إنترنت. فلهذا أيضا سوف نذهب إلى insert ومن ثم فيديو، نذهب إلى أونلاين فيديو. بالضغط على حيظهر لي هنا enter the URL for the online video. طبعا أكيد حقوق الملكية وما نقدر نختار احنا أي فيديو، فلهذا سوف أختار فيديو من عملي لشرح موضوع مايكروسوفت أوفيس وورد ونضعه ها هنا insert. ننتظر قليلا. هنا أنا دي حمل الفيديو، تلاحظون هذا هنا حمل الفيديو. أوكي، هسه ظهر الفيديو أمامي. أوكي، شلون يشتغل هذا الفيديو؟ بالضغط عليه، انتظر قليلا لين هسه يحمل، لين هذا يوتيوب بدأ عملية التشغيل. السلام عليكم، ستكون محاضرة اليوم لشرح برنامج مايكروسوفت وورد 2010. أوكي، نوقف الفيديو. أما في حالة لو كان الفيديو موجود على داخل في موجود في الحاسبة، فنستطيع وذلك من خلال أيضا ذهاب إلى insert ومن ثم video on my PC، الضغط عليه، نختار المكان مثلا desktop. أوكي، ماهر، هذا هو الفيديو، ثم insert. أوكي. الآن لنفترض أنت تريد أن تضع صورة وفوق هذه الصورة توجد تضع الكتابة الشرح، فكيف نستطيع أن نفعل هذا في البرزنتيشن؟ أولا سوف نذهب ها هنا new slide، نختار contain with caption. أوكي، سوف نحاول أن نستفيد. أوكي، نقوم بعملية تكبير الحدود للتكست بوكس. أوكي،
information. لنأخذ هذا. Copy. عن الكتابة الأولى هنا. هذا الإكزامبل سوف نضعها في الجهة الأخرى. الآن سوف نختار صورة. Insert picture this device. ولتكن هذه. أوكي. يفضل عند التصغير الصورة في البدء من هنا. أوكي. الآن نبدأ عملية الترتيب. طبعا اختفت الكلمات التي كنا وضعها. اوكي، شو راح نسوي حتى نقدر نظهر الكلمات التي اصبحت في الخلف؟ نضغط اولا على الصورة. يتفعل لدينا شريط جديد اللي هو Picture Tools بالفورمات. نذهب الى هذا. نجد هنا مجموعة من الخيارات يجب أن نحاول أن نفهمها. أول خيار اللي هو Bring Forward اللي هو قدم العنصر خطوة إلى الأمام. الخيار الثاني اللي هو Bring to Front اللي هو ضع العنصر في المقدمة. مثلا نود أن نضع الصورة التي في الأعلى، مثلا ساعدنا نفرض عندنا صورتين، واحدة فوق اللوخ، أريد الصورة الأعلى جزء من عندها يغطي الصورة الأسفل أو العكس صحيح، نقدر نطبق على هذا الشيء. هنا بالنسبة لهذا، أما هذا send backward، نجي هنا أيضا عند الضغط عليه حيكون عندي خيارين. الخيار الأول مثلا send to back اللي هو آخر عنصر خطوة للخلف لصورة أو عنصر واحد. أما الرابع اللي هو send backward ضع العنصر في الخلفية. فلهذا أنا حأختار هذا الخيار، فبالتالي ظهرت الكلمات فوق الصورة. من الشغلات المهمة الموجودة والتي يجب أن يعني يتعامل بها في الكثير إن كان الوورد وحتى باوربوينت هو عمليات الهايبرلينك اللي هو الرابط التشعبي. فمثلا انت تريد تربط كلمة او تربط فد مصطلح معين بسلايد ثاني داخل نفس هذا السلايد برزنتيشن، او هذه الكلمة تحب انه طلابك يطلعون على فد خلينا نقول شرح ثاني او فيديو موجود على اليوتيوب او موجود في احد المواقع، فلهذا من خلال هذه العملية نستطيع ان نرتبها. فمثلا نقوم بإضافة، خلي نقول هسه أنا الأريدة مثلا راح أستخدم كلمة الجامعة التكنولوجية لربط هذه كلمة University of Technology لربطها مع موقع الجامعة. فكيف أستطيع ذلك؟ الخطوة الأولى، هذا هو الموقع، يجب أن أحصل على رابط الجامعة التكنولوجية. هو هذا. نذهب هنا. أحدد كلمة University of Technology ثم أنسر ومن ثم إنك. ظهرت لدينا هذا مربع الحوار هذا. أضع الأورال جامعة التكنولوجية ها هنا ومن ثم أقول له أوكي. مباشرة تغير الشكل وصار تحت الخط. فبالتالي عندما أضغط كاترول
وكذلك تغير شكل الماوس إلى هذا اليد، فعند الضغط هسه كليك مباشرة سوف ينتقل إلى موقع الجامعة التكنولوجية. هذا هو موقع الجامعة التكنولوجية، جامعتنا الحبيبة. أما إذا أردنا أن نعمل ارتباط هايبر لينك ما بين خلينا نقول سلايدين موجودين في داخل هذه المحاضرة، فلنفرض هذه الكلمة داتا أريد أربطها بالشرح الذي تم عنها ها هنا سلايد رقم 6، فكيف أستطيع عمل ذلك؟ نحدد المكان الذي نرغب أن يكون مكان التحديد، نحفظها هنا، أوكي، كليك أيمن، ومن ثم هايبرلينك، اختار الخيار الثاني، نأخذ الأول يس سلايد، أوكي. فهنا صار كتب، طبعا هنا العملية انعكست حقيقة، آسف، العملية انعكست، احنا المفروض، آسف، نذهب ها هنا، ومن ثم كليك أيمن، هايبرلينك، ومن ثم نختار سلايد رقم 6، ومن ثم أوكي، فبالوقوف على كلمة داتا، كاترال، والضغط عليها سوف يقفز سلايد رقم 6. أوكي، لنفترض نحن نريد ترقيم وكتابة الهيدر والفوتر وتذهيل الصفحة، فكيف يمكن ذلك؟ أيضا بالذهاب إلى Insert، ومن ثم Header and Footer، هنا سوف يظهر أو تظهر هذه الشاشة، عند وضع صح ها هنا سوف يتفعل اختيار إضافة الوقت. هناك مجموعة من الصيغ ممكن أن تستخدمها، أحد أفضل هذه الصيغ هي هذه، نضغط عليها، أما إذا ضغطنا هنا سوف ينطي لكل سلايد نمبر، أما الفوتر مثلا أنت تريد تضيف الشيء، أوكي، خلي نضيف أيضا اسم المحاضرة بحيث أنه تكون موجودة على كل سلايد أو شريحة. نقول له apply to all، يعني إذا قلت له apply حياخذ بس على هاي الشريحة، أما إذا قلت له apply to all حياخذها على جميع الشرائح، فلهذا سنشوف إنه كل شريحة من هذه الشرائح الموجودة عندنا صار بها ترقيم الوقت وكذلك اسم المحاضرة اللي لنشتغل على أساسها. أيضا من فبالتالي يعني هسه اوكي خلينا نعرض هذا الشيء البسيط اللي هسه استخدمناه، هسه احنا اشتغلنا طبعا من خلال كليك، هذا هو البرزنتيشن البسيط. هسه هنا في حاله اذا حيعرض لي الفيلم من اليوتيوب ايضا لازم اضغط اوكي للخروج اند شو، اوكي هذا بالنسبه لعرض الشرائح. اكو شغله مهمه بعرض الشرائح لازم نفهمها، هذه طبعا هنا هذه الاتجاهات هو للتقديم وللتأخير ما بين السلايدات، يعني نحو الأمام الرجوع خطوة، هذا الاختيار عند الضغط عليه سوف يتيح لي مجموعة من الخيارات، الأول ليزر بوينتر، هذا وكأنه أنت عندك بوينتر وقاعد تأشر على الصفحة وتبين حتى تفهم اللي يستقبل المعلومة أنت أين ده تشتغل، أوكي؟
هذا الخيار اللي هو القلم، هذا أيضا تقدر تحدد وتكتب مثلا ملاحظة معينة لديك وإلى آخره. طبعا هذه المساحة في حالة أنه تحب تمسح الكتابات التي صارت هنا. هنا يقسم لك إذا كنت أنت تريد مباشرة الذهاب على سلايد أو شريحة معينة، أوكي. من هنا هذه النقاط مجموعة من الأوامر أهمها اللي هو نهاية البرزنتيشن. من الشغلات الجميلة اللي هي في الباوربوينت هي التنقلات ما بين الشرائح. لكي نستطيع عملية التنقل ما بين الشرائح سوف نذهب إلى ترانزاكشن، وبحيث أن كل واحدة من هذه الاختيارات هي تمثل نوع من أنواع الانتقالات. عند وضع هذه الصفحة الأولى والشريحة الأولى مثلا اخترت لها هذا عملية التنقل، مباشرة يتفعل، أول ما يتفعل مباشرة راح تظهر هنا هذه النجمة. هذه النجمة معناتها أنه أوكي تفعل هذا السلايد، أخذ نمط من أنواع الحركة، أوكي أيضا غيره مباشرة فقط تضغط هنا، أوكي إذا أخذ، إذا هو هذا تبدأ تسوي له بريفيو مباشرة منه، أوكي. طبعا أنت هذا الشيء تقدر تطبقه على كل السلايد موجود عندك، بحيث أنه كل سلايد تقدر تضيف حركة معينة مباشرة. وأكو طبعا بالضغط على هذا السهم سوف تظهر عندنا الكثير من الحركات اللي تريدها، لكن حقيقة يفضل أنه الشخص ما يسوي الكثير من الحركات إلا إذا يعني كان الأمر يستوجب هذا الشيء. أوكي، هذا بالنسبة لإضافة الحركات. طبعا ملاحظة مهمة هنا، هاي التنقلات هي بين الشرائح فقط وليس تأثير على الشرح المكتوب في داخل هذه الشرائح أو الصور، لأن لكي حتى نستطيع أن نعمل تأثيرات على هذا الشرح أو الصور نذهب إلى ما يعرف بالإنيميشن. الإنيميشن أوكي، هذا هو الإنيميشن الحركات. أولا يجب أن طبعا هنا يجب أن نحدد على أي من هذه الصور أو المقاطع تبدأ قبل أو يعني تتأثر بحركة معينة. لنبدأ بشعار الجامعة التكنولوجية. لنفرض أنه جعلنا له هذا الانيميشن، هاي الحركة فلاي إن، بالضغط عليها مباشرة تفعلت وظهر أول تسلسل رقم 1، ومن ثم قسم الهندسة الكيميائية لنضع هذا أيضا أصبحت رقم 2، أوكي. الآن المينستري ويب صار أوكي، هسه هاي صار عندنا هاي رقم 3، لأن هو أخذها للكل، أنا انطيته لأن ضللت الكل وانطيت الحركة ثلاثتهم الصورة. خلي ناخذ شيء آخر لنفرض هذا، بس هذا الشيء صار كبير فمحل نقدر نبدله مباشرة، يعني حيأثر على الجمالية، يعني خلينا نقول جمالية العرض اللي انت حتشتغله. أوكي الآن خلينا نشوف، هو شيء بسيط فقط لعملية الإفهام. هنا نفس الحالة تقدر تخلي مباشرة animation مثلاً هذا التايتل الفرعي، خلينا نختار هذا التايتل الرئيسي أيضا نضيف له طبعا لكل حركة لها إفكت. يعني نفرض هسه هاي الحركة اللي احنا اختاريناها، وهنا عندك الإفكت أوبشن مالتها، تقدر تشوف انت يا إفكت من عندهم تريد، مثلا يختار هسه هذا فأعطانا مجموعة من الحركات، فلكل واحد من عندها هو إيش إفكت. طبعا هسه إذا
سوينا اللي هو راح يكون الفرعي ومن ثم الرئيسي ويرجع الفرعي من جديد. أوكي. إذا كان لدينا أكثر من فقرة، مثلا هاي شريحة أردنا أن يعرض هذا المحتوى بالكامل بشكل متتابع، فقط نذهب على الحدود اللي هي مالتها، ولما ذهبنا على هاي الحدود رأسا أقول له أوكي أخذ هذا التأثير، فمباشرة جميع الفقرات الموجودة ها هنا في هذه الشريحة أخذت نفس الأوبشن مالتها. أما إذا طبعا شوفون الترقيم أوكي، أما إذا كانت الرغبة أن كل فقرة من هذه الفقرات أن يكون لها تأثير خاص بها، فلها نقوم بتظليل كل فقرة وإضافة التأثير الخاص. أوكي. ولما جعلنا لكل واحدة منها حركة معينة، هل يا ترى نقدر نتحكم بالسرعة مالتها ظهور هذه التأثيرات على هذه الفقرات؟ فنعم نستطيع، وذلك بالذهاب إلى Animation ومن ثم ذهاب Duration. هذا هو Duration، شوفوا أمامكم. إذا قللت راح تزيد السرعة الموجودة. أوكي أيضا هسه صار أكثر سرعة بالنسبة للي أني قلت ماتهم المستوى. هسه مثلا نقول أوكي طبق الحال. فصار هنا أسرع في عملية التأثير. أوكي. أما إذا أردنا التحكم في ترتيب حركات العناصر، مثلا أن تظهر الفقرة الثالثة في السلايد الثالث قبل الفقرة رقم 2، نذهب إلى Animation Bin، أيضا Animation، ومن ثم هنا Animation Bin. عند الضغط عليها ظهرت عندي هذه الحركة، طبعا يعني كل فقرة والحركة اللي كانت أمامها. فشلون نجي نرتبها؟ ها هنا نقف، تغير مثل ما تشوفون مالتها الشكل، هاي زيدناه، هذا الثاني، ثالث. اوكي خلينا ننفذ. طبعا هذا تشوفون بالنسبه للسرعه وبالنسبه ايضا عمليه هسه. اوكي هسه الفقرات مثلا نغير اماكنها، خلينا نشوف ايش راح يصير. سحب، نجد ان الفقرة رقم 2 كانت اول واحدة
أي للعفو الثالثة كانت في البداية، نتيجة أنه جعلتها في الأعلى. أوكي، هسه أيضا إذا أردنا تسجيل صوت على هذا السلايد، من خواص برنامج الباوربوينت هو إمكانية إضافة الصوت إلى البرزنتيشن ولكل شريحة. كيف تستطيع ذلك؟ وذلك بالذهاب إلى السلايد شو ومن ثم الضغط على ريكورد سلايد شو. حنجد هنا أمامنا خيارين، الخيار الأول اللي هو ريكورد فروم كارنت سلايد، يعني التسجيل من خلال أو على الشريحة الحالية، أو الثاني ريكورد فروم بيجينينج. راح نختار ريكورد فروم بيجينينج. عند الضغط ريكورد فروم بيجينينج سوف تظهر لنا هذا الشاشة، هذه الشاشة. طبعا هذه الشاشة طبعا تختلف من إصدار إلى إصدار، هذا 2019 فيختلف عن البقية 2016 المحدث آخر تحديث، تقريبا شكله أيضا يشبه هذا الشيء. حسب ما تشوفون أمامكم هذا هو عند الضغط عليه سوف يؤدي إلى ريكورد تسجيل، هنا للإيقاف، هنا عمليات الإعادة. هذا هو النوتس اللي إذا كنت أنت كاتب من تنشئ السلايد، مو هسه وإنما من كنت أنت تنشئ، فبالتالي تقدر أيضا تكبر حجمه أو تصغر حجمه. هنا السيتنج الموجود أمامي، خلي نبدأ نسجل ونحكي. بدأت عملية التسجيل ها هنا. طبعا انتم تشوفون انه التأثيرات هسه كلها قاعد تظهر أمامكم من خلال الضغط على الماوس. أوكي، من انتقال إلى سلايد الآخر بالضغط على الاتجاه. جميع هذه المؤثرات اللي احنا وضعناها بدأت تأخذ تأثيرها الواضح موجود هنا. احنا وصلنا بالسلايد الثالث، طبعا احنا غيرنا الترتيب اللي كان موجود بالفقرات، فبالتالي قاعد تظهر بهاي الصيغة. طبعا نقدر نستخدم هذه الأقلام، هذا هنا مثلا هذا القلم لعمليات التأشير، أيضا حتى عمليات الكتابة إلى آخره. هذه أيضا نمحة لعملية المسح. هنا طبعا هذا هايلايت لعمليات التظليل والشرح. طبعا نقدر نغير من هنا الألوان. أمامكم هنا هو الميكروفون، هنا طبعا الكاميرا اللي هي كاميرا الخلفية أو الأمامية للحاسبة، وهنا أيضا هنا الصورة الشخصية لك موجود فيها. السلايد الآخر أيضا هسه هاي الصورة، أيضا تقدر تشرح عليها من خلال هنا القلم الموجود وتأشر على الشرح إلى آخره. أوكي، لنفرض احنا السلايد اللي احنا مسويه كبير جدا. طبعا اكو عده طرق، اما وقفت مثلا اوكي انا اللي هنا مثلا محاضرتي وانت تريد توقف، طبعا من خلال اسكيب تقدر مباشره تضغط وتخرج. اوكي، تضغط وتخرج مباشره راح يتوقف عند المكان اللي هسه احنا به، او ايضا كذلك من خلال انه نوقف عمليه التسجيل من خلال الضغط على استوب. نخرج الآن نهائيا من العملية. من خرجنا من العملية راح نلاحظ التالي. أول شغلة وجود هذه الأيقونة الجديدة. بدأت هذه الأيقونة من أول سلايد بدأنا بالتسجيل به، والثاني والثالث والرابع والخامس السادس السابع ماكو. اذا يعني احنا قلنا كانه محاضرتنا اوكي طويله، فبالتالي فهو وقف لهنا فتوقفنا. زين، انا اذا هسه حفظته
كفيديو هسه بدنا نحكي، صح؟ احنا بعد ما واصلين هالمرحله بعد قليل رح نوصلها، بس اذا حفظت شو حيصير؟ هاي السلايدات الاثنين اللي ما ظهر بها الصوت تظهر؟ اي نعم تظهر، حيكون حتظهر وبدون صوت. اوكي، الان ما هي طرق الحفظ؟ طبعا هي هواية طرق الحفظ. اول طريقة اللي هي صراحة نطبقها اللي هي طريقة تحويل الى ملف فيديوي. نذهب الى فايل اكسبورت، ومن ثم جريت فيديو، راح تظهر لي مجموعة من الخيارات. بالنسبة للخيار الاول، هاي طبعا الخيارات تتعلق او تختص بجودة الفيديو. إن كنت أنت تريد الفيديو مالتك ألترا اتش دي 4K، إن كنت تحتاج فول اتش دي، أو أنت كنت إذا اتش دي 720، إحنا هسه لكون إنه يعني بسيط فريدة 720، لأن حتى لا يكون حجمه كبير سهولة الرفع إلى آخره. الأوبشن الثاني، إذا خليته هنا don't use recording animation، هاي معناته إنه هو ما راح يسجل لك لا صوت ولا الحركات، فلهذا نختار use. هذا هو هنا الفوارق ما بين كل سلايد. هسه نقول create video، اول ما اضغط عليه راسا حيقول لي اوكي انت وين تريد تحفظه، فاكيد حنقول له على الديسكتوب. هسه حقول له سيف. هنا ايش يقول لي؟ انتبهوا على شغله، احنا بالبدايه سوينا، فلهذا هسه انا يعني ورا ما اشرح ان شاء الله اسده وارجع احفظ. هنا يقول لي اوكي انت اول شيء عندك واحد موجود، اوكي اوريدي اكزيت، دو يو وونت تو ريبليس؟ هقول له اوكي يس. لكن هنا ايش قال لي؟ كونتين ويزاوت ميديا لو كانسل جيتنج فيديو. هنا لان احنا خالين بالاصل اورال فيديو اللي هو من اليوتيوب، هنا هو من الصعوبه ان يضيفه. اوكي، وإذا ما ضافه اوكي يقول لك فلو انت ما تضيفه اصلا لو تكنسل. فلهذا انا افضل حتى لان هذا حياخذ وقت، حتى لو هو ما راح يسوي راح ياخذ وقت، فاقول له اوكي كنسل هسه وقت الحاضر. لان احنا ليش سوينا هذا الفيديو؟ هاي احنا سويناه اذا كان العرض شلون فيس تو فيس وليس كمحاضره فيديويه. فلهذا روح هنا نقول له اوكي ديليت سلايد. هسه نرجع من جديد فايل، ومن ثم export جيت الفيديو 720، اوكي 3 جيت الفيديو، اوكي هسه حيقول لي add desktop. اي نعم yes. هنا نجد عملية التقدم مال التحويل. طبعا احنا ما نريد نطول المحاضرة لان يجوز يحتاج 10 دقائق او ربع ساعة الى اخره الى ان يتحول، لأن هذا هنا أكو هواي أمور تدخل بعملية التحويل الموجودة من عدها، يعني تأثر عدد السلايدات، الصوت الموجود به، المؤثرات، حركة القلم، إضافة التأشيرات إلى آخره، وأيضا مواصفات الجهاز اللي تعمل عليه الحاسبة. فبالتالي هذا من الممكن أن يأخذ من عدنا وقت. فراح ننتقل إلى يعني الان بصراحه انا ما راح اخلي يكمل، يعني كانه انا خلص، انا يعني عندي فيديو جاهز او يعني كمل غير مكان، حختاره هو اللي هذا حستخدمه لعمليات الرفع. اوكي، فهو سحنبقيه هنا هسه انا ايش احتاج؟ ولا ما كملت اريد ارفعها الى اليوتيوب. زين اوكي، ليش الى اليوتيوب؟ وذلك يفضل أن يتم رفعها لتفادي امتلاء جوجل درايف، وبالتالي عدم إمكانية رفع المزيد من الفايلات إليه. ناهيك عن بطء الإنترنت وصعوبة رفع وتشغيل هذه الفيديوهات وين؟ في المنصات التعليمية إذا كانت بشكل دايركت. أوكي، لهذا راح نفتح تطبيق اليوتيوب الموجود عندنا. طبعا أول شيء نفتح أي متصفح موجود لديك. فتحنا هسه متصفح، اوكي
نذهب إلى اليوتيوب مباشرة، نذهب إلى القناة، يعني المفروض تكون أنت مسوي قناة لعمليات لهكذا عملية. نذهب إلى هذا الخيار اللي هو إنشاء فيديو أو مشاركة، بالضغط عليه راح يظهر لك أما تحميل فيديو أو بث محتوى مباشرة تقوم أنت بعملية البث. لا، احنا راح نقول له لا، اوكي تحميل فيديو، انا عندي فيديو من اضغط عليه، ننتظر، من اضغط شوية بس ننتظر قليلا. طبعا ايضا يعتمد على سرعة الانترنت. طبعا عندنا هسه هذا، اما من تختار ملف فيديو او دروب، راح نختار ملف فيديو، فراح اقول له اوكي اختيار ملف. ايضا حختار من ملفاتي الموجوده اللي هي اصلا منشوره، يعني لهذا انا اختاريته اللي هو هسه هذا. بدا عمليه التحميل هنا. هسه يقول لك اوكي انت انطيني شرح عنه، عن هذا الموضوع، انت هذا الفيديو اللي قمت بعمليه رفعه، فلهذا اوكي حس اللي هو مثلا مايكروسوفت اوفيس، عنوان هو مطلوب. اوكي مطلوب باي اوكي سجل اسمك. المهم نضع هنا وصف، تضع نفس الكلمات او تضع وصف عن الشيء اللي انت تشتغله. طبعا هنا هذا تحميل، سرعة التحميل اوكي للفيديو. هنا سيدي يقول لك اوكي انت تريد تضيف صورة مصغرة بحيث تكون هاي الصورة المصغرة هي الواجهة للفيديو مالتك. نعم اوكي، طبعا احنا نقدر نسوي عدة صور من خلال حتى نفس الباوربوينت انت تقدر تشتغله، او مثلا من نفس المحاضرة مالتك. مثلا هسه اني هاي المحاضرة مالتي، خلي نفتح الفيديو مالتها. السلام عليكم، اوقف الصوره مثلا، ستكون محاضره اوكي، واقدر اخذ لها مثلا هنا سكرين شوت لها. شفت اسف صار عقوبة خطا معين. اوكي نيو استواني اذا امكن. مشكلة عندي الكيبورد اكو هاي يعني الدقمة اللي تاخذ الصرف، لهذا انا استخدم البرنامج المرفق. اوكي مثلا هكذا تاخذ الصورة، نفرضها هي نسيبها على الديسكتوب. اوكي تحميل ما بقى شيء. نذهب على الديسكتوب.
ها هي الصورة، انتظر قليلا. اوكي ضافت الصورة. هنقدر نقول للتالي خلينا ننتظر حتى تكتمل المعلومات اللي هنا. الآن معالجة للفيديو تتم. طبعا هذا الفيديو بقى قد يتأخر، لحد الآن ما كمل، فلهذا أنا اضطريت إنه آخذ يعني فيديو آخر أنا مسويه ومرتبه عن متى الرفع، لأن أنا أعرف مرات تصير إشكالات بحيث كل شيء يتأخر. انتظر عملية المعالجة. طبعا هو هذا رابط الفيديو انطاه لك، بس ننتظر تكمل المعالجة حتى ناخذ التالي. هو عادي انت تقدر تضغط على التالي وتكمل، بس يفضل اوكي يعني ابقى ما مفيد شيء. اوكي راح نقول هسه التالي هنا يقول لك هل تريد اضافة شاشة نهائية، اضافة بطاقات. بالنسبة للشاشة النهائية يعني اوكي مثل ولما ينتهي الفيديو في الدعاية في الترتيب منك في فيلم صغير حتى تكمل، او يعني محاضراتك الموجودة عندك الى اخره. فنقول لا تالي، نضغط هنا. هل حفظ هذا الفيديو او نشره حيكون بشكل علني؟ طبعا احنا نسويه بشكل علني، ما نخليه ضبط جدول زمني، ما تفيدنا الشغله. وهنا اذا الفيديو كعرض اولي انا ما انصح به نهائيا، ما انصح به، فلهذا حيظل اذا هو يكون بشكل علني. الى الان ما خلصت المعالجه. طبعا أنا هسه المفروض أضغط على نشر، أوكي؟ هضغط على نشر لأن هسه هو بس يخلص المعالجة أنا راح أنشر. لكن بما إنه هذا الفيديو أنا يعني أصلا ناشره وما أريد أأخركم أكثر، فبالتالي أوكي هسه هضغط الرجوع، لأن أنا موجود هذا على اليوتيوب، هذا الفيديو موجود على اليوتيوب، فلهذا خلاص هسه بس يعني أضغط نشر انتهى الموضوع. هضغط رجوع حتى انهي. اوكي نحفظه كمسودة. هسه حروح اني للفيديو الاصلي اللي اني موجود اللي اني خاله. هو هذا راح اخذ مالت الارض. بين النت ضعف أو شيء من هذا القبيل. أوكي سوي لك كوبي الرابط. أوكي وأنا ما سويت كوبي للرابط، هسه أريد أروح أنشره بالمنصة. أول شيء نذهب إلى
الصف الإلكتروني العائد إلي نذهب إلى Classwork Create Material. هسه ظهرت عندنا هاي الشاشة. هنا طبعا تقدر احنا نضيف تايتل، اي تايتل او اي شيء، المهم يعني نمشي على مود الحال. صراحة نقول له add. اوكي خلينا نسمي test one. اوكي test one تيست، نقول له اد ولا يوتيوب. نضع هذا هنا، نضغط سيرش. هنا دا يبلغنا اللي هو هذا الفيديو إلك، هقول له نعم، ثم اضغط اد. هسه ايش بقى؟ فاست بوست حتى اسيفه. من ضغطته مباشرة فظهر هنا مباشرة، الطالب يقدر يعرف اوكي انه هنا اكو فد تيست اني مثلا خلى بهذا الفيديو، او اكو فد شيء جديد انا لد اشرحه اله، يضغط هنا حتى يشوفه. هسه هنا بدا الضغط عليه حيتحول مباشرة كرابط خارجي الى اليوتيوب، ويبدا يتحمل. الهندسية. أوكي. هذا ما راح نعيده لأن هذا طبعا بالنسبة للكلاس. في حالة اكو بعض الجامعات التي استخدمت ما يعرف بالنظام المودر، واحد من المنصات الحديثة والجميلة صراحة بشغلها. طبعا انا للاسف ما اقدر ادخل لكم على منصة كاملة للموديل، لكن هاي صور حقيقية من احدى الجامعات اللي طبق هذا النظام. فكيفية ايضا تحميل مثلا هسه هذا الملف في الفيديو او اي ملف ثاني. اي في البداية طبعا يجب ان يدخل الشخص باليوزر نيم والباسورد الخاص به، ومن ثم الضغط على لوجن. عند الضغط عليه سوف راح يذهب إلى الصف الافتراضي الموجود له. طبعا الصف الافتراضي بالموديل سوف يكون متوزع على أسابيع. في هذا الأسابيع حتى أقدر أضيف لأي مادة راح أذهب إلى تشغيل التحرير. عند الضغط على تشغيل التحرير سوف يظهر مجموعة الأسابيع التي يعني قبل شوي أخبرتكم عنها. كل أسبوع موجود لي جوا هذا أضيف نشاط أو مصدر. طبعا تشوفون هاي الزائد والناقص هنا في حالة إذا أنت مثلا احنا طلعنا خلينا نقول يوم 20 نيسان و 26 نيسان تيدون اللي بعد الأيام اللي بعدها، فشح أضغط حضغط إيش زائد حتى ينطيني الأسبوع اللي بعده. فهنا من أضغط على كلمة أضف نشاط أو مصدر مباشرة حيحولني إلى هذه الشاشة. هذه الشاشة شتمثل مجموعة من الأنشطة اللي بيها راح تشتغل انت. طبعا هاي كلها أنشطة. هنا إن كنت تريد رابط إلكتروني، هنا إن كنت صفحة، ورشة عمل كاملة، هنا إن كنت محادثة يعني خلينا نسميها مثل فيس تو فيس بس بترتيب معين، هنا أيضا قلنا ويكيبيديا، وهنا المهمة اللي حينطيها إلك. طبعا إذا أنا كنت أضيف رابط فيديوي راح أخلي صح هنا وأضغط على كلمة أضف، راح تصير بهاي الحالة. بعد أن ضغطنا راح ندخل إلى هذه الشاشة. من خلال هذه الشاشة نجد التالي، أنه هنا تخلي الاسم، راح يكون هنا الاسم للمحاضرة مالتك. هنا أيضا راح تعطي يعني شرح مبسط عن المحاضرة اللي أنت راح تلقيها للطلاب، وهنا راح يكون رابط اليوتيوب. ما احتاج
أضغط على كلمة اختر رابط، لأن كلمة اختر رابط معناته أنه هذا الرابط موجود أصلاً بالمنصة، وأنت ما خازنه بالمنصة، أنت خازنه على اليوتيوب، فلهذا أنت فقط تخلي الرابط وتقول له حفظ والعودة إلى المقرر. بس تضغط على هاي راح ينحفظ وراح يشتغل طبيعي ويظهر يم الطلاب كرابط. أشكركم جداً لسماعكم وحسن تقبلكم إلي، وآسف إن في بعض الأحيان يعني كان هناك بعض الإخفاق لسبب مرضي. أستقبل الأسئلة إن كان هناك أي سؤال.